ديالها كامل. نعم فبالتالي نعم دو بريفيرونس نغطوا. الا شفت هنا سيده شافت انه ما طابت لهاش ولا زيد لها شويه ما فوالا. اذا حنايا راح نخلوها هنايا تغلي. هكذايا الوصفه اليوم شوفو. الوصفه برعايه كذلك الشيف وسيله. وصفه كالعاده مشاهدينا الكرام جماليه أكيد. والشيء الاهم طبيعي 100%. الوغ كيما قلت لكم اليوم وصفتنا تاع اليوم ولا هي ماشي وصفه، انا جبت لهم نبته فيها كلش جبت لهم معايا اليوم كما قلتي جبنا هنايا اليوم نبته الالوي فيرا كما راكم تشوفوا هكذايا. انا ننصح يعني كل سيده ان يكون عندها محبس تاع هذه النبته في الدار، خاطر الفوائد اللي فيها لبشره الوجه صدقوني رهيبه جدا جدا جدا. صحيح. اول حاجه يعني كذلك ربما حتى كلش، لكن حنايا برشا ما نخلطوش عليهم سميه، نحضروا اليوم على مستوى بشره الوجه. الوغ شوفوا هنايا هذه النبته هذه مليئه بالفيتامينات، فيها الفيتامين ا الزنك والفيتامين سي غنيه بزاف. واش دير هذه النبته لما نستعملوها؟ حنقول لكم الحاجه اللي نستعملوها فيها بعد ما يعني ما نشرح لكم الفائده ديالها. اول حاجه راهي رايحه تخلصكم من حب الشباب والندبات تاعو، يعني اللي سيكاتريز بزاف يحبوا يعني يخلطوا في هذاك الحب ديالهم، فبالتالي ساليس دي سيكاتريز. ومن بعد فيك يعني كاين اللي حفر لهم كاين هذه النبته فريمون اللي يستعملها راح يتخلص من هذا الشيء. اسمحي لي ربما شف قطعتك، يعني احيانا ربما وين يستعملوا كريمات بالاليو فيغا لانه نعرفوا معروفه لي بلو غون مارك يخدموا كاع بالالوي فيغا بيان سور، والرائحه تاعها يعني طيبه ولكن احيانا ما تعطيناش نتيجه. هي من الاحسن قلت لهم محبس عندك في الدار خملي تشري كيما نقولوا كريم بشحال مع لافام ربما ما تعطيكش النتيجه اللي راكي ما راش حترديك. لكن من الاحسن انه نستعملوها هي هكذايا طبيعيه. اذا كيما قلت لكم بالنسبه لحب الشباب والندبات هذوك اللي يكونوا مرافقينه، كذلك بالنسبه لي تعتبر كذلك كما نقولوا مطهر طبيعي فوالا، كذلك تخلصنا من هذيك البكتيريا اللي تكون على مستوى بشره تاع الوجه تاعنا، يعني كانت وايرش كذلك اكزاكتومون. وكذلك سي ان ديماكيون ناتشورال، نقدروا ناخذوا يعني الماده اللي فيها الداخل طبعا نديروا غير القطنه يعني ونمسحوا بها الماكياج تاعنا. كيفاش ربما دوك نوري لهم نكمل نشرح لهم برك سميه. اذا فوالا كيما قلت لكم وكذلك راهي رايحه تغذي البشره تاعنا، تصفي البشره تاعنا، تخلصكم من هذوك التصبغات، وكذلك كيما نقولوا راهي رايحه تنشط الدوره الدمويه. ولما نقول تنشط الدوره الدمويه حبي يقول باللي راهي رايحه تخلي البشره تاعنا تخدم الكولاجين تاعها اللي بيان سور راح يكون يعني يخلصنا من التجاعيد المبكره وعلامات الشيخوخه. اعطيني برك سكين هنايا باش نوري لهم. سكين نعم ناخذ هذا من الاحسن. لا لا اعطيني هذا خير، هذا مليح. نعم. شوفوا هنايا يعني يكون شويه كبير فوالا. سكين بيان سور تقدروا شوفوا تقطعوها هكذايا كيما راكم تشوفوا على زوج، بعد كي نحلها حنا واش راح نستعملوا؟ هذا الجل اللي هم يشوفوا يعني. هذا الجل الهلام ديالها هذايا صدقوني رائع جدا جدا. شوفوا هذا هذا هو اللي حنستعملوه ونديروا كقناع ارواحي. هاي ليك وديري كيما راكي حابه. ها هنايا هذا الهلام تاعها هو اللي رايح نستعملوه. زيدي تعمليني نزيد نشقيك بيان سور. ها شوفي دايوغ مسيها باش تعرفي انه الملمس تاعها شوفي رائحه ريحه رائعه جدا فوالا. ريحه لا فيتامين سي دايوغ صحيح صحيح هايله بزاف فوالا. هكذايا كيما قالت لكم نديروها في يدينا نديروها في الوجه ديالنا ترطب يعني حتى ترطب اكيد راح يعني تعمل على مرونه بشره الوجه ثاني تعطيها هذيك لا فريشور فبالتالي راح ترطبها لنا كذلك راح نستفادوا منها يعني 100%. اذا كيما قلت لكم على بشره الوجه واش نسحقوا؟ نسحقوا هذا الجل تاعها هو اللي راهو رايح يفيدنا اللي يعني ويدير نتيجه يعني رائعه جدا بالنسبه للبشره تاع الوجه ديالكم. المره الجايه حنا نقول لكم كيفاش نخدموا حتى بالقشره تاعها، لكن في حاجه واحده اخرى نتمنى انهم يكونوا استفادوا اليوم. واش رايكم؟ انا لازم لي دوكا انا تاع تاع الجمال هذه لازم لي وحده هاي هنا خلاص ديها هاي ليك ديها. قل فقط شاف كيفاش ربما نبته كيفاش نقدروا نحافظوا عليها في البيت سقي ربما؟ شوفي هي تحب الماء بزاف باسكو علاش الماء تاعها لما تسقيها بزاف هي من النباتات اللي يحب الماء. انا وحده عندي هذه جبتها يعني من البيت عندي لو بو تاعها نسقيها كل يوم خاطر قد ما تشبع مليح الماء تعطينا لداخل ما يتيبسناش. نعم. راح لو جيل يعني راح تنتجوا يعني يوميا اكثر غزاره في اكزاكتومون. نعم ياسر. طيب ربما سؤال اخر شاف ربما حتى سؤال للمشاهدات اللي راهو يتبعوا فينا وربما هذا الماسك يقدروا يستعملوه حتى الرجال بيان سور السيدات اللي يهتموا اكثر بهذا الاشياء ربما هذا الالوي فيغا لما نحيناها يعني من النبته تاعها شحال نقدروا نحتفظوا بها يعني؟ شوفي تقدري تحفظي بها حتى 3 ايام 4 ايام فقط لكن نغلفوها في البابي فيلم ونديروها في الفريغو ولا يديروها في لا لا في الثلاجه عادي ولا كذلك يحطوها في قاروره تاع الماء باش ما تنشفش.
هذا مكان باش يحتفظوا بهذاك الجلي الداخل. لما نحولها يعني لما نستعملوها لما نحن حابين نستعملوها مباشره تنحي مباشره، لكن اذا ما كانش عندك وجابوها لك ولا ديريها في الثلاجه فقط، لكن غلفيها مليح باش ما يتفنداش وما تنشفش، ولا ديريها في قاروره تاع الماء باش تتاكدي انه راكي راح تستحفظي بهذاك الجل اللي مخدوم فيها.